أصدقائي الطيبين، متابعي سبارتا سي إن سي وركشوب، مرحبا بكم بعمل جديد وهو حفر على الخشب باستخدام منشار التخريم. خليكم ويانا. عملنا لهذه الحلقة هو حفر اسم وزغرفة مع الحرف الأول للاسم بشكل كبير. أولا أقوم بتحضير لوح الخشب المناسب، وثم أقوم بلصق الموديل عليه بشكل جيد وتركه فترة ليجف. ثم أقوم باختيار شفرة منشار التخريم مناسبة للعمل. هنا قمت باختيار شفرة شوكية السبايرال بليت، والتي تمتاز بالقطع في جميع الاتجاهات دون الحاجة إلى تدوير العمل لاحتوائها على أسنان بشكل ملتف، لذلك سميت بالشفرات الشوكية نسبة إلى الحبل الشوكي. وقد ذكرت أنواع وخصائص شفرات التخريم في فيديو خاص، وقمت بوضع رابط الفيديو بالأسفل في صندوق الوصف. طبعا أغلب الأعمال أقوم باستخدام هذا النوع من الشفرات، وبالأخص ذات التفاصيل الكثيرة والمتداخلة. وكما تلاحظون تصميم هذا العمل مكون من الحرف الأول للاسم بشكل كبير كما ذكرت، وفي الوسط نقوم بكتابة أي اسم يبدأ بهذا الحرف وهو مزغرف من الأعلى والأسفل بزغرفة جميلة، ويمكن استخدام النموذج لكل الأحرف والأسماء. هنا أقوم بتنظيف العمل من الورق وتنعيمه بجهاز الصقل والتنعيم بورق وبورق درجة خشونته قليلة جدا، مع الانتباه لتجنب كسر أطراف العمل. ومن ثم قمت بطلائه بصبغ الأساس، ومن ثم طلائه بالصبغ النهائي واللون المناسب للعمل أو الاسم، وتثبيته على هذه القاعدة الجميلة. أرجو أن قد نال العمل إعجابكم، وتقبلوا تحياتي وأشكر متابعتكم.